النهارده بقى هناخد الفخده. احنا من كام يوم كده شرحنا كل الخروف واخدنا كل قطعه استخدمناها، قاعدين بنستخدم فيها طول الاسبوع، بنديكوا افكار وحاجات ممكن تنوعوا فيها في وصفات العيد. وصفات العيد يعني مش هتخلص، لو عملناها في شهر مش هتخلص. فانا بحاول اجمع لكم الوصفات المميزه او التتبيلات المميزه اللي انتوا تقدروا ان انتوا تستخدموها في العيد وتبقوا مبسوطين بطعم الحاجات اللي انتوا بتعملوها. النهارده هنعمل الفخده الضاني. البطل بتاعنا الفخده الضاني النهارده هنعملها بطريقه سهله وبسيطه وبتتبيله تجنن. في كذا طرق للتتبيلات بتاعه الفخده، بس احنا هنعملها النهارده بطريقه حلوه جدا وهنعمل ميكس كده لطيف. تمام، هقول لكم ممكن تستبدلوا التتبيله دي بكذا تتبيله ثانيه. في ناس بتتبلها بالزبادي، في ناس بتتبلها روستو كده بالزبده والاعشاب بس، ما بتضيفش عليها اي حاجه. احنا عاملين ميكس كده، عاملين ميكس في التتبيله بتاعه النهارده. تعالوا نقرا المقادير ونشتغل فيها مع بعض. كلمونا، مستنيين تليفوناتكم على ارقام التليفون اللي قدامكم. محتاجين الفخده الضاني المشويه، احنا هنشويها في الفرن. عندي فخده ضاني طبعا اي حجم انتوا حابينه، او ممكن تشتغلوا بجزء منها. في ناس بتجيب مثلا ممكن 2 كيلو مثلا منها او حاجه، مش لازم لو مش عايزين تجيبوها كامله تقدروا تعملوا كده. وعندي كمان معلقتين زعتر فريش او مجفف اللي متوفر عندكم، وروزماري برضو هاخد يعني عود روزماري كده هفضيه على التتبيله. وعندي ثوم مفروم وبهارات، وعندي رشة قرفة وكركم وبابريكا وجزر وبصل وطماطم مبشورة وزيت زيتون، وعندي ربع كوباية من الزبدة اللينة وربع كوباية من الصويا صوص. هقول تاني المقادير، محتاجين فخدة، محتاجين زعتر، روزماري سواء فريش أو مجفف اللي موجود عندكم، بس طبعا الفريش بيدي يعني نتيجة أفضل. وعندي كمان ثوم مفروم، بهارات مشكلة أو ممكن كبابة صيني، بهار لحمة موجود عندكم زي ما انتوا متوفر اشتغلوا بيه. شوية كركم، شوية بابريكا، جزر، بصل، طماطم مبشورة، وعندي كمان زيت زيتون وربع كوباية من الزبدة اللينة وربع كوباية من صويا صوص. تمام؟ طب ينفع نشيل الصويا صوص؟ ينفع، بس أنا بحس إن هي بتدي له طعم وبتدي لون كمان حلو جدا للفخده. يعني لو حابين ان انتوا تستغنوا عنها تقدروا تعملوا كده الصويا صوص لو انتوا مش حابين تحطوها. في ناس بتعمل برضو تتبيلات بتبقى برضو طعمها حلو لو انتوا حابين يعني تغيروا او تعملوا التتبيله دي. انا عايزه بوله يا اسلام بس بعد اذنك. تمام، ممكن نعمل التتبيله اللي بالزبادي دي، بتبقى برضو عباره عن زبادي وكل البهارات اللي انا قلت عليها دي برضو بنحطها فيها مع شويه اعشاب الكلام ده كله، مع زيت زيتون، مع شويه مع زبده سايحه. بقلب كل الكلام ده وببدا ان انا يعني ادي مساج كده للفخده عندي. فبرضو لو حابين تعملوا كده برضو متوفر تقدروا تعملوا بالتتبيله بتاعت الزبادي، بس انا دي اكتر تتبيله بحبها بصراحه. هحط شوية توم كده حلوين، الفخدة عندي يعني حجمها كويس، فأنا هحط شوية توم كده تبلهم حلو وشوية زبدة أهو، زبدة كده تكون لينة مع التوم ده، توم مش كل ده زبدة. تمام، وهبدأ أحط القرفة، هحط رشة بسيطة، رشة مش عايزة طعم القرفة يبقى باين. هحط بهار مشكل، كبابة صيني، بهار لحمة، كل ده يمشي. هحط شوية روزماري، وخلي بالكو ما تكتروش قوي الروزماري عشان بيمرر، يا ما تحطوش كمية عشان ما تلاقوهوش مرر معاكو واداكو طعم مش حلو، دي نقطة مهمة جدا. هحط بابريكا، تمام اهو بالشكل ده كده، وهبدأ احط شوية فلفل اسود، شوية ملح. طبعا هجيب الفخدة عندي وقبل ما بشتغل بيها بنقعها في محلول نقع. محلول نقع ده عبارة عن ايه؟ عن حوالي 3 لتر من المية، طبعا مش سخنة، خدوا بالكم الموضوع ده ما تبقاش سخنة. 3 لتر من المية عليهم نص كوباية من الملح ونص كوباية من السكر، بقلبهم مع بعض كويس وبنقع فيها الفخدة. لو من قبليها بيوم 6 ساعات 12 ساعة بتبقى لطيفة قوي، وبعمل لها فتحات قبل ما بنقعها. بعد ما بنقعها لازم أصفيها كويس جدا وأنشفها بمناديل مطبخ بحيث إن هي تبقى يعني ما فيهاش أي كلاكيع معايا. هحط شوية صويا صوص بالشكل ده كده،
اهو، وهحط شويه طماطم مبشوره، مش عصير طماطم، انا بشره شويه طماطم كده. تمام، يبقى انا حطيت ايه؟ حطيت الزبده اللينه، حطيت الثوم المفروم، حطيت عليهم صويا صوص حوالي ربع كوبايه، تمام، وحطيت طماطم مبشوره حوالي برضو طماطمايه اتنين على حسب حجم الطماطم عندك، وكبابه صيني او بهار مشكل، شويه جوز الطيب، رشه قرفه، شويه بابريكا، ملح، فلفل اسود، كل ده هقلبه كده مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، تمام، عشان ده اللي هدهن بيه الفخده بعد ما اطلعها من محلول النقع اللي احنا اتفقنا عليه، حوالي 3 لتر من الميه ونص كوبايه ملح عليه ونص كوبايه من السكر، وبعدين اخلي الفخده اصفيها وانشفها كويس جدا تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، بعد ما نشفتها بالشكل ده هجيب الصاج اللي انا هدخله الفرن اهو كده، هعمل فرشه كده بسيطه من اي حاجه موجوده عندي، مثلا حبهان، ورق لورا، شويه جزر، شويه بصل، شويه كرفس، يعني مفيش مشكله في الموضوع ده، انا هعمل لها زي فرشه كده هقعد عليها الفخده. تمام، مهم ان الفخده عندي تبقى ناشفه، مهم قوي الموضوع ده. هبدا كده بمنديل بالشكل ده، بصوا انا منشفاها بس هتاكد تاني لو فيها اي حاجه عايزه تتنشف اهو. تمام، هبدا احطها كده هنا، وكل الدهون اللي فيها دي انا مش هشيلها، لان الدهون دي لما هتستوي هتنزل من الدهون دي على اللحمه فهتسوي اللحمه بمنتهى الجمال. تمام، هبدا كده الفخده عندي بالشكل ده، هعمل لها كده فتحات بالشكل ده، بصوا كل الدهون دي هسيبها، كل الدهون دي عندي هتسوي الفخده بشكل ممتاز يعني، فمش هاجي جنبها خالص اهو. خلاص، دي بنكسرها بس عشان ايه؟ يعني ممكن نخلي الجزار يكسرها لنا كده عشان نعرف نتنيها ونشتغل بيها. عندي بقى انا ما حطيتش ملح في الوصفه دي، في التتبيله دي، خلي بالكم انتوا حاطين صويا صوص يعني ما تكتروش قوي الملح، عشان في برضو الصويا صوص بيبقى مملح شويه حلوين. هبدا بقى ايه؟ اعمل مساج كده للفخده عندي من الوش ومن الظهر ومن الجناب بالتتبيله دي اهو، شايفين؟ هاتلي حته فويل يا اسلام. تمام، اقلف كده الفخده، كل الكلام ده كده برضو افتح كده فتحات كده بالسكينة عشان التتبيلة كلها تدخل. حتة صغيرة، حتة صغيرة لل، مش هغطي يعني بيه، هلف بس الحتة دي. تمام، بصوا شايفين كده، كل الكلام ده كده اتأكد ان انا تبلت التتبيلة بتاعتي كويس اهو، وارجعها اقلبها تاني من كل الجوانب، ابدا احط التتبيله بتاعتي وفي الفتحات وكل حاجه كده اهو كده. بصوا بسيطه جدا وسهله وتتبيله في منتهى الجمال، فيها شويه اعشاب، فيها زبده، فيها شوية طماطم كده بتديني تسكيرة مع الصويا صوص، بتبقى حلوة جدا. وزي ما قلت لكم ينفع لو حابين تعملوها من غير صويا صوص مفيش مشكلة خالص، لكن التتبيلة دي هو ميكس كده من حاجات جميلة فبتخلي طعمها يجنن. خلاص، هقلع بقى الجلافز كده. تمام، هجيب كده حته فويل كده واقوم ايه رافعه كده الجزء ده عشان ما يبقاش شكله لطيف.
العظميه دي، تمام، وهدخلها الفرن. سهله بسيطه، ما فيهاش اي حاجه، ما بتاخدش اي وقت، بس مهم جدا ان انتوا يعني تخلوها في محلول النقع من 6 ساعات ل 12 ساعه، مهم قوي ان انتوا تعملوا الموضوع ده. تمام، هندخلها الفرن، شكلها اصلا حلو جدا من قبل ما تدخل حتى الفرن. هنشيل بس الصاج ده عشان نحطه مكانها، معلش. شكلها يجنن. حطها كده، طبعا المفروض زي ما قلت لكم يا بتغطوها زي اي حاجه بنعملها زي الروست وكده في الفرن، يا بنغطيها الاول بفويل وبعدين تستوي نقوم شايلين الفويل تاخد شويه من اللون وتحميره من فوق، او العكس ممكن تدوها التحميره دي وبعدين تغطوها فويل تسيبوها حوالي ساعتين لساعتين ونص على حسب حجم الفخده هتقعد معاكم وقت قد ايه، ممكن توصل لثلاث ساعات كمان في الفرن على حسب حجمها. تمام، يبقى يعني نحط الفويل من الاول ونسيبها تستوي كويس قوي وبعدين نشيل الفويل تتحمر، او ندخلها تتحمر وبعدين نحط الفويل عليها تستوي. ده ينفع وده ينفع، شوفوا انتوا حابين ايه او بتفضلوا ايه وتقدروا ان انتوا تعملوا. دي كده الفخده بطريقه سهله وبسيطه. قبل ما نطلع الفاصل تعالوا نقول عملنا ايه. حطينا عليها زبده لينه، حطينا شويه ثوم مفروم، حطينا روزماري وزعتر فريش او مجفف اللي موجود عندكم، حطيت شويه بابريكا، حطيت طماطمايه مبشوره، ملح، فلفل، شويه كبابه صيني، كبابه صيني او مثلا بهار مشكل، بهار لحمه، جوزه الطيب، رشه قرفه بسيطه جدا يعني لا تذكر يعني كانها مش موجوده، وبعدين عملت مساج لكل الفخده عندي بالتتبيله دي، وفرشت تحتيها كده شويه بوكيه كده، جزر، طماطم، بصل، شويه كرفس، حبهان، لورا، اي حاجه تديني برضو منكهات وفي نفس الوقت ان انا يعني ابقى فرشه الفخده عليه. تمام، انا ما حطيتش اي ميه، ما حطيتش اي سوائل، ما حطيتش اي حاجه، هي هتبدا لما تتكمر بالفويل هتنزل شويه سوائل، هتسوي بعض، هتسويها في الفرن، هتبقى تمام جدا معاكم، مش محتاجه اي نوع من انواع السوائل. ينفع نعملها زي ورقه اللحمه، ينفع نفرش فويل على الرخامه عندي او على المكان اللي انا بعمل فيه، واحط عليها كمان من جوه ورق زبده، واحط الفخده جواها كده جوه ورق الزبده، والفها بورق الزبده كويس جدا، واكمرها بالفويل كويس جدا، وادخلها الفرن تستوي. فينفع الطريق، بص انا بقول لكم على كل الحاجات اللي ينفع تعملوها بيها، ينفع نعمل الكتف كده، ينفع مفيش مشكله خالص، يعني ينفع بدل الفخده نعمل كتف، ينفع ناخد جزء من الفخده نعمله بالطريقه دي، اللي انتوا حابين تعملوها اعملوه. ممكن على فكره موزه، ممكن الموزه بالعظم لو حابين تعملوها بالطريقه دي تنفع برضو، مفيش مشكله خالص، بنفس التتبيله بنفس الحاجات، ممكن تحطوها زي ما قلت لكم في ورق زبده وبعدين ورق فويل زي ورقه اللحمه، ممكن تقطعوا معاها شويه بطاطس، في افكار كتير تقدروا ان انتوا تعملوا بيها الفخده بطريقه حلوه وطعمها يبقى يجنن.